بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي حياكم الله. بنبدأ نعمل مراجعة سريعة من خلال اختبار منتصف الفصل قبل ما نبدأ في درس اليوم. أولا الطالب عبد الله الشهراني، معاك المايك يا عبد الله، وتستطيع الآن حل السؤال رقم واحد. بيقول في كل من الشكلين الآتيين أذكر اسم الشكل لفظيا ورمزيا. تفضل عبد الله الشهراني، معاك المايك. طيب احمد القحطاني، اتفضل يا احمد، معاك المايك. هاي السب، اتفضل السؤال الاول رقم واحد. ما اسم الشكل هذا؟ مستقيم. احسنت، المستقيم. طيب ما هو الرمز؟ ها بنكتب الجيم دال ونحط فوق منها ايه؟ شكل علامة المستطيل كده، المستقيم. المستقيم. خلاص؟ هكذا يقرأ رمزيا، المستقيم جيم دال. هذا هو ليه القراءة حقه. الرمز يبقى جيم دال هكذا، اتفقنا؟ معانا، شكرا لك يا أحمد. معانا الآن الطالب عبد الله العويضة. معاك المايك يا عبد الله، اتفضل. إيه، سؤال رقم 2. اتفضل، وش هذا؟ الشكل هذا بنقول عليه ايش؟ وش ده؟ نعم؟ وش ده يا استاذ؟ نسيت. المستوى. ايه مستوى، مستوى. المستوى واقوله بايه؟ بثلاث حروف اللي هو مين بقى؟ ميم لام نون. ميم لام نون. ميم لام نون، هكذا تبقى الإجابة. شكرا لك يا عبد الله. نواف الغامدي، معاك المايك، اتفضل. نواف الغامدي. تفضل. نعم، نواف الغامدي، سؤال رقم 3. سرعة نواف. بينما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متقاطعين أو متعامدين. ها؟ أحسنت، نقول متقاطعين. متقاطعين، أحسنت. الآن مع الطالب عبد الله الشهراني، رفع يده، اوكي، تفضل يا عبد الله. معاك المايك يا عبد الله. طيب عبد الله الشيخ، تفضل يا عبد الله الشيخ. علي استاذ. تفضل، السؤال رقم 4. يبدو ان عبد الله الشهراني المايك حقه مش شغال. اصبر استاذ، سؤال رقم 4. ايه، وش العلاقه بين المستقيمين؟ هذا متوازيان، صح استاذ؟ انت متوازيان. متوازيان، الله عليك، بارك الله فيك، ممتاز. السؤال اللي بعده الآن، السؤال رقم 5. نمسح السبورة هكذا، كل الناس معانا. الآن سؤال للطالب خالد العيادة، مش معاه مايك. طيب معانا مين هنا؟ احمد طلال القحطاني، تفضل يا طلال. طلال، وعليكم السلام. السؤال رقم 5 يا بطل. ايش سرعة كم استاذ؟ توني داخل. لو انك داخل، ايه سرعة كم؟ منتصف الفصل. اي فصل؟ ايه بقول لك اهو، ثواني، اللي هي صفحة 167. 67 ايه شوي. ايوه طيب، عشان انت لسه داخل دلوقتي هنعطيك سؤال يكون سهل شوي، ما يحتاج تفكير كثير. شوف يا طلال، اوجد عدد الزوايا الحادة في كل شكل مما يأتي. السؤال رقم 8، كم عدد الزوايا الحادة؟ 4. متأكد؟ حادة؟ يعني ايه حادة؟ يعني ايه حادة؟ حادة يعني احد ضلعيها يقع على الاخر زي الشكل هذا، وبتكون اصغر من 90 درجة. تمام؟ هل في هنا زوايا حادة يا طلال؟
لا. يبقى نقول له عدد الزوال لحد كام؟ صفر. صفر، تمام، شكرا لك. الزوال لحد يا طلال تبقى قياسها محصور بين الصفر والتسعين، تمام؟ وتجد أن أحد الضلعين يقع على الآخر، بتاخد الشكل ده كده، تمام؟ أما الزاوية اللي أنت شايفها هنا اسمها زاوية قائمة، قياس كل واحدة منها بتساوي 90 درجة، هذه كده 90 درجة بالتمام، خلاص؟ شكرا لك. الآن مع الطالب عبد الله الشيخ، سألنا. طيب. ألو، أنا سألتني السؤال. اتفضل يا عبد الله. أجاوب. نعم. عفوا. وش رقم 9؟ رقم 9، كم عدد الزوايا الحادة في الشكل؟ 2. أحسنت. هذه وهذه زاوية حادة. تمام؟ يبقى نقول إيه؟ يوجد اثنين زاوية حادة. واضح يا شباب؟ بنسجل الإجابات. عساف اتفضل اللي معانا يا عساف. يا عساف انت ما عندك مايك، شغل المايك عندك يا عساف. طيب الان مع الطالب عبد الله الشهراني، مايك عندك اشتغل يا عبد الله؟ لسه المايك عندك ما اشتغل يا عبد الله. طيب الطالب نقول مين هنا دلوقتي معانا؟ عساف اشتغل معاك المايك يا عساف. تفضل يا عساف. عساف الطالب عساف معاك المايك يا عساف، اتفضل. طيب الطالب احمد القحطاني معاك المايك يا احمد، اتفضل. سؤال رقم 3. السؤال رقم لا 3 خلاص احنا خلصناه، بناخد السؤال رقم 5. قسم قصي 21 تفاحة مجموعتين، إذا كان عدد التفاح في المجموعة الأولى يزيد 5 تفاحات عن عدد في المجموعة الثانية، فكم تفاحة في المجموعة الثانية؟ الله عليك. ها يلا عايزين نحل السؤال، نعمل إيه؟ ها ماذا تفعل؟ هذا الدرس 11-2 خطة حل المسألة. الحل عكسيا؟ هو الحل عكسيا هنا هيبقى يعني انت هنا عرفت الكل بس ما تعرف احد الايه المجموعتين، فما تستطيع تحل حل عكسي. طيب الحل في خطة يعني في جدول. اعتقد ان التخمين والتحقق يكون افضل. تخمين تحقق؟ ايه. طيب يلا. يلا. انت عندك 21 تفاحة قسمتها إلى مجموعتين، واحدة منهم بتزيد عن الثانية 5 إيش؟ تفاحات. يبقى المفروض أول شيء أعمله إيه؟ إن أنا أطرح هذه كم؟ أطرح منهم 5، كم الباقي؟ يصير 16. تمام، ال 16 هذه يلا نوزعها على مجموعتين، ها؟ مجموعة هنا كم والمجموعة هنا كم؟ بالتساوي؟ 8-8. حلو، واحدة منهم بتزيد عن الأخرى 5، نعمل ايه؟ نزيد. نزيد كم؟ نزيد 5 على المجموعة. تمام. إذا المجموعة الثانية كم بتساوي؟ المجموعة الثانية تساوي 14. ليه يا رجل؟ زود. احنا قلنا هنا كم؟ 8 5 كم؟ 13. يبقى الأولى كانت بكم بقى؟ 8 والثانية ب13. بس خلاص هو يبغى المجموعة الثانية، لأنه كم تكون المجموعة الثانية؟ قال إن المجموعة الأولى بتزيد 5 تفاحات عن الثانية، فكم تفاحة في الثانية؟ إذا هذه هي تعتبر الإيش؟ تعتبر المجموعة الأولى، لأن الأولى هي اللي بتزيد. يبقى الثانية تساوي كم؟ 8 تفاحات، فهو الجواب الصحيح. 8 و13. يبقى إحنا أول شيء قلنا ال 21 يا أستاذ نشيل منها الخمسة وروح قسمها نصفين تعطيني كام؟ 8 و8، زيد على الثانية 5 يبقى 13، إذن الأولى تطلع كام؟ 8 تفاح، آسف، زيد على الأولى 5 يبقى الأولى تطلع كام؟ 13، والثانية
تطلع كام؟ 8، لأن الأولى تزيد 5 تفاحات عن الثانية. شكرا لك يا أحمد. الآن مع الطالب عساف، ما نشوف كده المايك اشتغل معاه ولا إيه؟ يلا يا عساف. ألو عساف، معك المايك. ألو سمعينك يا عساف، اتفضل. رقم 6. رقم 6، إذا كان مجموع زوايا المضلع أدناه 450، نعم، فما قياس كل زاوية إذا كانت جميع الزوايا متطابقة؟ يعني هو قال مضلع أدناه 450، فما لا هذا 450 اقرأها كده. 540، فما قياس كل زاوية؟ أنا عايز كل واحدة تبقى بكام؟ إذا كانت هذه الزاوية متساوية، نعمل إيه يا بطل؟ ها؟ يعني من الخطط؟ نعمل إيه يا بطل؟ من الخطط حل المسألة؟ لا. ها؟ تنفع أيضاً خطط حل المسألة. مجموع الزوايا المضلع 540 وكلها زوايا متطابقة، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ نعمل عملية قسمة. بنقسم المجموع كله على عدد الزوايا. وصلت الفكره؟ عشان الزوايا، اي صح، وكانت ايوه زوايا. لانها زوايا ايه؟ متطابقه، خلاص؟ متطابقه. طيب يلا يا بطل، يبقى اقسم. يلا، كيف كنا نقسم 540 على 5؟ ها؟ صفر لا، احنا بنبدا من هنا لهنا، نبدا من اعلى منزله، 5 على 5 بتساوي كم؟ 1. احسنت. ثم 4 على 5 تصلح؟ لا، حط ايه؟ 1 0. وبعدين نحط الصفر بقى، بقت 40. 40 قسمة 5 كم؟ 40 قسمة 5 شو اسمه 7. يا رجل زود 1 8. يبقى اذا قياس كل زاوية تطلع كم؟ 108 درجة. شكرا لك يا عساف، مشاركة طيبة، أشكرك. عبد الله العويدة تفضل. ألو. أيوة سامعني يا أستاذ؟ سامعك وكلنا سامعينك. السؤال رقم 7. السؤال رقم 7، أي الأشكال الآتية يحوي ضلعين متوازيين فقط؟ ايوه شبه منحرف يا استاذ. الله عليك، الله عليك يا بطل، هذا هو شبه منحرف، بياخد المنظر ده يا اولاد. هذا كده اسمه شكل ايه؟ شبه منحرف. تمام، بيكون في ضلعين اثنين فقط متوازيين. اما المستطيل والمربع ومتوازي الاضلاع فكل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. تمام تمام. طيب شكرا لك يا عبد الله. اتمنى يكون من الجميع، اتمنى يكون الجميع بيحل طبعا في الكتاب، وتبقى ترسلوا لي الاجابه مصوره. طيب الان مع الطالب طلال قحطاني. الو انا اقول لك السؤال اللي عندك الحين، السؤال رقم 10. ايه بيقول حدد الزوج المرتب الذي يحدد موقع المربع. لا يلا. شو اسمه؟ سين 5. الله عليك، ممتاز. شايفين يا ولاد؟ يا سلام، عبقري عبقري. فعلا لازم اتحرك الاول على السين في اتجاه اليمين لعند ما اوصل جبال مين؟ المربع، ثم اصعد لاعلى المربع. اوصل عندي كام بقى؟ ها النقطة هنا كم؟ 6. إجابة صحيحة يا بطل، شكرا لك، أحسنت يا طلال، مشاركة طيبة. الآن مع الطالب عبد الله الشهراني. المايك اشتغل معك يا عبد الله؟ أحسنت. المثلث يا عبد الله، ما هو موقع المثلث؟ المثلث؟ نعم 3 على 3. الله عليك، نشوف كده. المثلث المفروض هذه هي النقطة حق المثلث يا عبد الله، فالمفروض امشي كده جبال منها على اليمين الاول 2، ثم اطلع لفوق. تطلع كام وكام؟ 2 على 3.
2 و 3 لازم السين الاول ثم الايه الصاد. شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك. الان مع عبد الله الشيخ. واحد على واحد. الان الزوج المرتب الدائره. دائره واحد على واحد. نمسح ذكر الاول. بنقول كم؟ واحد على واحد. الدائره واحد ايه مش اسمها على اسمها واحد وواحد. واحد. ما واحد وواحد خلاص. ايوه مش اسمها صح. على اتفقنا. الزوج المرتب صح. دائما يقرا هكذا سين وصاد. العدد الاول هو الموقع على المحور سين والعدد الثاني هو الموقع قبل المحور مين صاد. ماشي يا ابنائي. طيب الان مع الطالب لسه ما سألناه نواف الغامدي عليه الدور. يلا نواف. نواف الغامدي. نواف الغامدي يا نواف معك المايك. السؤال رقم 13 والأخير، هل يمكن اعتبار متوازي الأضلاع شبه منحرف؟ لا. أحسنت. لا لماذا؟ ها؟ لأن في إيه؟ لأن لأن المتوازي الأضلاع بيكون في إيه؟ ضلعات من أضلاع متوازية. كل ضلعين متقابلين. متوازيين. ماشي. نمسح بقى الكلام ده اللي هو حق السؤال السابق عشان ما يعكسناش كده. بينما المفروض في شبه المنحرف ولكن شبه المنحرف فيه ايه بقى يا شباب؟ فيه ضلعين فقط متوازيين. فقط متوازيين. استاذ بكتب. شكرا لك يا نواف. حد عنده سؤال؟ وليد المطيري. يا اهلا يا وليد حياك الله. يلا يا شباب. طيب الان ننتقل الى موضوع درس اليوم ان شاء الله وهو تمثيل الدوال. طبعا احنا تعرفنا قبل كده ازاي بنمثل الازواج المرتبه وهذا اصبح امر سهل بالنسبه لنا يا استاذ، ما في اي صعوبه خالص. ان احنا طبعا بنعمل ايه؟ بنتحرك على المحور السيني اولا ثم نصعد على المحور الايه الصادي ومن هنا نستطيع الايه ايجاد الزوج المرتب بطريقه سهله جدا. هيا بنا ننتقل الى حل التدريبات لان انا اعلم انكم لديكم القدره على طول ان انتم تحلوا معايا ان شاء الله صح. ابنائي الطلاب هنبدا يلا مع بعض نشوف الاسئله هذه. كيفك يا فيصل؟ فيصل حضر معانا برضو الحين. فيصل فيصل النويجه سامعني؟ واضح ان المايك عندك ما هو شغال. طيب الان الطالب عبد الله الشهراني عليه الدور. يا شباب كل اللي حضر معانا يدخل على الشات ويكتب اسمه انا حضرت. الناس اللي ما كتبت اسمها على الشات تكتب انا حضرت خلاص. طبعا انا بشكر الطالب عبد الله الشيخ وعبد الله العويضه و خالد العيادة والطلاب اللي هم كتبوا اسمهم هذول بشكرهم ان هم كتبوا اسمهم. في باقي الناس فين؟ كل الناس تكتب اسمها ان هو ايه حضر. طيب الان يلا عايزين نمثل كل نقطة مما ياتي فيها المستوى الاحداثي. هنبدا ناخد يلا من خلال البرنامج اللي معانا هنبدا ناخد الاسئلة هذه ونروح على البرنامج ون ايه ونمثلها باستخدام مستوى الاحداث. شايفين الشاشه يا ابنائي؟
ابناء الطلاب؟ ايه شايفين؟ شايفين الشاشة. طبعا زي انتم شايفين هذا اسمه المستوى الاحداثي. المستوى الاحداثي دائما لازم نحن نعمل ايه؟ لازم نحن بنعمل محور افقي هكذا، وبنعمل محور رأسي هكذا، ونبدأ نكتب الايه المحاور اللي عندي، نكتب عليها الايه الارقام. طبعا هنا لازم اسمها نقطة الايه الاصل اللي هي صفر. هنا هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهكذا. هنا بنكتب ايضا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهكذا. يلا نروح نجيب الأسئلة مرة ثانية من هنا هوت عشان نبدأ نحل الأسئلة هذه. يلا النقطة عين 2 و2 مين معانا الحين؟ نبدأ نسأل الطالب وليد المطيري. يلا وليد. دوري استاذ. حاضر حاضر وليد المطيري معايا. دوري انا استاذ. النقطة عين النقطة عين 2 و2 ماشي. حاضر يا عبد الله ماشي، بس انا فتحت الوليد المطيري سمعني؟ ايه سمعت. طب يلا النقطة 1 2 و2 كيف نمثلها على المستوى الاحداث اللي انا رسمته هذا؟ نعمل ايه؟ اللي انا اطلبه منك نتجه يمينا كذا ونصعد لاعلى كذا. انا عايزك اسمع عندك الكلام. نتجه الى يمين 1 1 ولا 2؟ 2 2. تمام. وفوق 2. وفوق 2 احسنت. يبقى نتجه يمينا 2 ونطلع فوق 2، يبقى هذه النقطة اسمها عين. اروح حاططها كده خلصت. شكرا لك. الطالب عبد الله شهران اتفضل. يلا عبد الله معاك المايك، اتفضل يا عبد الله. ايوه طب الشهراني اتفضل. النقطه اللي بعدها سؤال سين 4 و0 سين. كيف نحركها دي؟ كيف ان احنا نمثلها 4 و0؟ ها عند النقطه 4 بالضبط. اتحرك يمينا 4 اعداد يا استاذ، يبقى هي دي النقطه سين. خلاص خلصت. اشكرك. احسن داري. الطالب عبد الله الشيخ اتفضل. سؤال رقم 3. السؤال رقم 3 صاد 5 و6 كيف نمثلها؟ اصبر استاذ. صاد 5 و6 اصبر استاذ. قول لي نعمل ايه؟ كيف استاذ؟ ما فهمت هذا الشيء. ادري الخمسه دي ايه احداث سيني، والسته دي احداث ايش؟ صادي. كيف لما نيجي نمثلها على المستوى الاحداثي نعمل ايه؟ بنتجه يمينا 5 وحدات ونصعد على 6 وحدات. قول لي كده يلا. ها هنعمل ايه؟ نتجه يمينا من عند الصفر يا استاذ 5 وحدات، ثم نصعد لاعلى 6 وحدات هكذا. خلاص روح حط النقطه يا استاذ. يبقى هذه هي النقطه كام؟ النقطه صاد. النقطه صاد اكتبها بقى. اروح كاتب كده النقطه صاد اهي يا استاذ 5 و6. استاذ كيف استاذ فهمني ازيك؟ ما فهمت المستوى الاحداثي. الصاد 5 جهة اليمين، نمشي كده نتحرك 5 كده اهو. شوف اهو تحركنا كده 5 وحدات. تمام. طيب والست هذه على الصاد، اروح متحرك لاعلى كده 6 وحدات اه. يبقى هذه النقطه صاد اللي هي تمثل 5 و6. اروح كاتب الزوج المرتب 5 و6. وصلت الفكره؟ طيب يلا يا عساف. عساف الو هلا. يلا عساف رقم 4 جيم 0 و4 كيف نمثلها على مستوى الاحداث؟ السينات صفر، محور السينات صفر، محور الصادات 4 فوق. يعني نعمل ايه؟ يعني نتحرك لاعلى يا استاذ من عند النقطه صفر، نتجه لاعلى على طول 4 وحدات. يبقى احنا كده وصلنا 4 وحدات. يبقى هذه هي النقطه جيم. خلاص شكرا لك. النقطه لام من الطالب عبد الله العويضه. يا استاذ اتفضل. بس عندي سؤال، شلون نرسم كل ذا؟ ما في مكان. ما قلت لك ان انت ترسمها عندك؟ المفروض يبقى في معاك صفحه رسم بياني او كراسه مربعات عشان ترسمها صح. ماشي؟ احنا هنتناقش مع بعض هنا على السبوره احسن، اتفقنا؟ على الشاشه كده مع بعض ونفهم. يلا يا عبد الله. باقي معانا 10 دقائق يا ابنائي. حرف الجيم 0 4. لا. نحط اللام 7 و6. اللام 7 و6.
عند النقطة 7 ونرقى 6. أحسنت، يبقى نتجه جهة محور السين 7 وحدات هكذا أهو، نمشي كده 7 وحدات يا أستاذ، ثم نرقى لأعلى آسف المفروض 7، ثم نرقى لأعلى كم؟ 6 هكذا ستة. نطلع فوق لحد ما نوصل عند الستة وروح أحط النقطة دي وأقول عليها لام، خلاص هذا هو الحل. السؤال اللي بعده باء من نصيب الطالب أحمد القحطاني. يلا يا أحمد. ما أعطيتني ميوت. ماشي. يلا يا أحمد. أحمد القحطاني. أيوة أيوة. سبعة. كيف نسويها؟ طيب. ها؟ بشوف أستاذ. أبي أشوف أستاذ. شوف. فأول شيء نروح له. أيوة. أول شيء نروح رقم 3. نتجه يمينا 3 وحدات من عند الصفر يا أستاذ. ثم. نطلع لين رقم 7. نصعد لأعلى 7 وحدات يا أستاذ هكذا، وأروح أحط النقطة دي وأقول عليها باء. يا السلام عليكم يا أبطالي. السلام، أنا فخور بكم جميعا. ما شاء الله. طيب الآن نشوف بقى أسئلة جديدة. أيضا نرجع مرة ثانية مع بعض هناك على صفحة 169 في الكتاب. سؤال رقم 7. كيس حبوب وزنه 5 كيلوغرامات، استعمل دالة 5 حاء لإيجاد مجموع الأوزان في حالات عدد الأكياس. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ؟ يلا نشوف كده مع بعض إزاي نحل السؤال هذا. سؤال رقم 7. نعم. طيب معانا الطالب. ايه. يلا يا فيصل. اهلا. اقرا السؤال رقم 7 يا فيصل. بس يا استاذ ما فهمت فكرة الدرس لاني كنت توني داخل. ماشي. فكرة الدرس بتعتمد على مفهومين اساسيين يا فيصل. الفكرة الاولى اخذناها هنا في الصفحة هذه، ان انت ازاي تمثل زوج مرتب، نقطة تمثل زوج مرتب. العدد الاول معناها انك تتجه يمينا على محور سين، هذا هو محور سين هو يا فيصل. والعدد الثاني معناها انك ترجع لاعلى على المحور ايه، قبال المحور صاد. فمثلا لما اقول انا عايز العدد مثلا هذا، وليكن انا عايز مين، انا عايز يا استاذ مثلا النقطة عين 2 و2، فاحنا بنقول نتجه جهة اليمين وحدتين ثم ارجع لاعلى وحدتين، يبقى هي دي العين. خلاص. الفكرة الثانية سين 4 و0، يبقى السين الاولى هذه العدد 4 على المحور سين، اتجه يمينا 4 وحدات واظل كما انا لان المحور صاد بكام، بصفر، يبقى ما ارجع لاعلى. خلاص. يبقى هذه النقطة سين 4 و0. لما يكون النقطة صاد 5 و6، يبقى معناها اتجه يمينا 5 وحدات ثم ارجع لاعلى كام، 6 وحدات، هذه هي النقطة صاد. لو أنا قلت لك بقى يا فيصل حدد كيف تحدد الزوج المرتب وليكن 9 و4، تعمل إيه؟ 9 و4؟ طب وش الحرف حقه؟ أسميها مثلا قاف، الحرف قاف 9 و4. ها؟ قاف تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أستاذ تروح الأربعة لأن 4 وحدات. الأول لازم نبدأ بالسين الأول يا فيصل، اللي هي مين؟ اللي هي 9. خلاص؟ يبقى اتجه يمينا 9 وحدات يا أستاذ، ثم أرجع لأعلى 4 وحدات، هكذا، يبقى هذه هي النقطة قاف. فهمنا؟ خلاص؟ أرجوك تبقى تحضر في بداية الدرس عشان ما تأخرنا مع الزملاء. الحين بعد الوقت بنتكلم على كيس حبوب وزنه 5 كيلوغرامات. استعمل قاعدة 5 حاء. دي اسمها قاعدة، 5 حاء. لإيجاد مجموع الأوزان في حالات عدد الأكياس. إذا كان عندك عدد الأكياس بصفر، تمام؟ فكم عدد الحبوب؟ إذا كان عدد الأكياس صفر. أيوة. الأكياس بقى هنا اللي هو عددها مين، اللي هو الحاء، يعني 0 أو 1 أو 2 أو 3. إذا كان عدد الأكياس صفر، يبقى كم عدد الحبوب؟ ممكن نروح عاملين جدول هكذا. تمام. نكتب هنا عدد الأكياس. ونكتب هنا مجموع الايه؟ الحبوب.
إذا كان عدد الأكياس صفر يبقى كم عدد الحبوب؟ فاروق قال له 5 ضرب 0 كم يساوي الناتج؟ صفر. أحسنت. طيب إذا كان عدد الأكياس 1 يبقى أقول له 5 ضرب 1 يساوي كم؟ 5. أحسنت. طيب إذا كان عدد الأكياس 2 أقول له 5 ضرب 2 كم؟ 10. أحسنت. إذا كان عدد الأكياس 3 يبقى كم مجموع عدد الحبوب؟ 15. أحسنت، هذا هو الجواب، شكرا لك. هذا هو الجواب يا أبطال. طيب السؤال اللي بعده، هيا بنا ننتقل إلى تدريبات مرة أخرى عشان برضو إيه فيصل يحضر بقى معانا. لو شفنا في الأسئلة من 9 إلى 12 باقي معانا تقريبا أقل من 5 دقائق يا شباب، عايزكم كده إيه تركزوا معاي. يلا معانا الطالب عبد الله الشيخ. أي أستاذ. تفضل. أستاذ بس بسألك سؤال. تفضل. الحين أستاذ يوم إن آخر مرة جاني السؤال اللي تقول أصبر أتأكد منه، إيه اللي صعد 5 على 6، أنت أستاذ ليش كتبت 5 و6؟ طب اللي قبله كتبت الحرف، يعني ما كتبت الرقم اللي معاه. عادي ما في مشكلة بقى خلاص، ما هو الحرف يمثل الايه؟ الزوج المرتب. الحرف هذا هو كأنه الزوج المرتب. طيب ماشي؟ طيب يلا بقى نبدأ نمثل الايه السؤال هذا، نعمل على طول محاور هنا سين وهنا ايش؟ صاد. هنا دايما وابدا النقطة صفر وصفر، صفر وصفر، ثم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنا برضو 1 2 3 4 5 6 7 8. هيا بنا الكاف 7 و0. يلا الكاف نروح عند 7 يا استاذ. ايوه نروح عند 7. تمام، يبقى نتجه يمينا عند 7 ونصل كما نحن يا استاذ. لماذا؟ لان ايه الصاد بصفر خلاص، يبقى ما ارجع لفوق، يبقى هي دي الكاف. خلاص اهي اروح كاتب كاف خلاص. شكرا لك. اكتب كاف الجواب بس. ايه هو الكاف فقط. يلا يا عساف، الزوج المرتب 2 و5. طب معلش استاذ لا مقاطع، عطني ميوت. يلا عساف. الو هلا. تفضل. السؤال رقم 10. السؤال رقم 10. نعم. 2 و5. 2 و5، 2 إلى اليمين و5 إلى الأعلى. الله عليك يا بطل، هكذا واروح حاطط هنا النقطة لام، خلاص خلصت كده. يلا بسرعة يا شباب عشان الوقت. شكرا لك. يلا يا عبد الله الشيخ. نون 4 و1. نون نروح عند 4 بعدين نروح عند 1. الله عليك، وروح حاطط فوق منها نون. الله عليك ممتاز. يلا يا أحمد. أحمد القحطاني. 8 و2. 8 و2. أيوة. طيب أول شيء نروح لين عدد 8. تمام. بعدين نطلع لين رقم 2. الله عليك، ودي كام؟ النقطة باء. شكرا لك. الله عليك ممتاز. هيا بنا ننتقل إلى الصفحة التالية. لو خدنا تطبيق على القاعدة بيقول اعمل جدول ثم مثل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي للمسألتين 13 و14. بناخد كده السؤال رقم 13. نشوف بقى من نصيب مين معانا. يلا يا شباب.